السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. رب يسر ولا تعسر وأعنا يا كريم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف الدارين آمين. انت عشر كبلاوين ولكن عنتر إلى هذا والإسفتاف يوكجرا أركان الدعين من إله سبحانه وتعالى عفمات في عن السير حنون كان وحيوها مصامر إن إله سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك سنو وسارة إنت مسلمون حنون سنة وإنت بقوم بإنه إله مرادك وسارة إنت حنون سنة إنه إله حنون كخال إن شاء الله تبارك وتعالى عشر كي قدن بي وحن كهضر ني تاريخ دي أما دأدي والنبي قال عليه الصلاة والسلام وكوكور سلي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة عاومانتا عشر كان يد فصح عنك خادم دونا صوتها أحد ذنب أصلا بن دونا عائشة الله وأرن درات أحد ذنب هدي إلى عمري كان جرسي أمك شرح دونا صوتها النبي كان عليه السلام مرك الدفاع عيسي رير كي سنة دور من لقي كلا يد وقت هاي هي كان الدفاع الواجب سلام أمك صار ويا مرك عائشة وحجر الله وأرن أول نرش هذا النبي أصبر نور نرود دلمي النبي مرك غيريو ذك دبنا تاريخ ذا يعني ما الخير لو قد المي أن جعلها يدي أن نولها إن شاء الله أحد سوى صعوده إن أن واضحيه عشر كي كسي هرئين وحن كهد ليني يعني وحياوها النبي كان عليه السلام وحياوها يكوت المامين ومد مد أن أصول دفاعني أن هو هذرني لكن الله بقى ياد إنه مد أو أها تي نبي كان اللي يري مركو خيبر فري وحو أركي دمير بدو وحرحرا مركز يري ما رعا وحيري وحلي رادا شهاب ابن يزيد مركز يري أنا هو رأسته مركز حير أنا جا أبو جيجا إلا لحذن دمير أيو دري كفر عمان دمير والبو خفا النبي هن مد الكوري جري أنا جا أنا كيس كيس إلها مركو رأو إنه استعماله وديد جري صوتها وحلو النبي إنه ماركت دشيد الكوري دونه وأسك توري جري مركي إيه كان سكن سان أيو حر حر وحر حر نادا ميركي مركز النبي كوير هذا وحكتنا بما لا عاري يزيد الأمير هذا وحلو يرى هذا يعفور يعفور أيو بحشي مركز يريش عفور واحد مر مو باهنته مركز كوير مايا نبي وساك حسي نبي أسك كوري جري مركو خاف صحابه باهيه وديري جري ماذا إذا كوك جراع جري أمر وايد كروح على لوك تسوك جراع جري صحابه بوه قام مركز النبي إنه صار دري يعفور وإيمان جري مركو نبي جيريودي ده مركي وهو قاعدي نبي جنو جيريودي مركا نرش عريل كل نخطي وحيمد عال سكلا هن أصحاب كم دها الأوريجري الهيثم ابن التيهان عال كي يسكتوري وزدلي يعني وسين ولا ما ينوي عليه السلام مركو جيريودي طبعا خف البورت عاقل ما خاذا كرواية لها نوع عصو كلا لكن أنفورشنت اللي كتبتها أنا تاريخ ده أما كتب سير كسيرة النبي عليه السلام خارك ما دوي سوق شيء يعني قصة داس أو كسر سن يعفور لكن قصة داس يسوري رواية ملها سند ملها سلسلة ده بالله وإلا دماتك ضد وضد بين لويا أي صارولية خار مركا للأسف علماء السيرة وحي رهدي وحي موجينا يسمع معجزات كالنبي عليه السلام ما قدرنا كتبتي أبو الفرج بن الجوزي نحيري يعني موضوع وين وحلاد يسوي وير ولعن الله يا إله لعن ذيك هي تاسو كلا أبوه شيء كذا نوع سو كلا أنت سليني نوع السماء 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 دي سكوا عيارة سادرات مركب قصة داس أو قصة سن إن يعفور قصة جرت معها وعصوري أبو منظور لكن ابن حبان يعني هو درى قصة أبو منظور حكم ذات كم جروحين تلا ضاعي أبو الفرج من الجوزين وحير أبو منظور حكم ذات كم وضاعين يعني وح أبوه إلان وهذا كل شيء كي بدنا نتكلم حدثين درجات نيك الله هين خفوا حوا مدلس يعني حوا هزقلينا خفوا حواها يعني مجروح ما الخارج قد ضاعوا خفوا حواها ثقا لو كرسانا لكن
اختلاط ايو قدع مسكه على خصمتي خف وحو اها ضرب صدوق يعني مد خوري جري او رون شايو خف وحي اهيم يعني رون اي شيء جري لكن ما خوري جري وهم اي قلي جري يعني هذا كل حاجة خدمي جري مرة كثار كود سوت على كي حبدي ايو خوري ولو كل سوني بدنا كي حبدي انا خوري بني ادم مسكه حديثة يعني وحي ابدا خفك الاوي كرا اما سخلت وفهمي كرا او صوري كرا لكن هدي هذا السوق خور مركي يعني مدى عدد مرك شاكل يعفور أرتو حياة شاك إسكا معركتي ضعيفة أما موضوع عام بجرين أن سوى كلام وحي قارسين إلى خالد بن معدان إنه كسوري معاذ بن جبل لك خالد بن معدان لفتك سعاك كذابين دتك بعد الشاك حتى إساق الدوية تامر كوا تن أودا بيسان وحي هاد نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث كسوري ترمدي إنه نبي كان قيمت زيد بن ثابت قريقا مركو جوغا عايشة سيلا يسوري النبي عليه السلام استقبله عاريا يجر ثوبه النبي قال له كل ما يسوق خابا قدر كيس الجيدة يعني النبي قال أنه ما عرفتي عليه الصلاة والسلام هنا خبرك شرح هذا الحديث خاركوت وحين هذا عاريا يعني يجر ثوبه قدر كيس وجيدة معناها خايف تصير أيوك خابا هنا ولي بحديثك حولي عائشة أنه يتري كذب أنه ما كان وحي كذب بما أرك النبي قال سوق خابا هورن وما أرك أسوق خابا وأنا حاسكي إيه وضع قوي سنجرين سوى خاوي ملقي ما أركن كدبنا ما أعرف هذا سوى خاوي خدت خاف هذا بين أورنا يعني حقا وحلا بين بين معقول أنا أورتان بين عن عقل قل أهم بركي أورتان ضد كخاركود يعني عقل قل بديدة أنت أنا سنة كي وحي هذا غير لكن على كل حال يعني عقل أنا بني آدم أو خلدم كرا لكن أنا جو حام كفيرنا مرو بسلوبته هبكي وعلمي يسند إن أكبرنا حديث النبي عليه السلام حديث كان وحاسوري إبراهيم عن الروادي سو حكوا جرس ترمذي سوري إبراهيم ابن يحيى يحيى ابن محمد لا ولا ضرب حياة ضد أورط أحاديث أو بين لويان لو كرسانة مركو أدري من سنة النبي عليه السلام إن لقى أورط يعني وهو خير خلق الله النبي عليه السلام واجي دعوة أبو بلابي خار علم لها هل كتابت كم دهايا إيوة ضدك عدو جيسها مشركين كم دهاء يا خار عدو جيس كنا خذ أمرك دم كم دها الكتاب المسيحيين تكم دها واجي إلى حد وححوج على صار يسمع دي سين ماركتي لقى عيار ولا فور حماية unfortunately يعني سيب ضرر أحاديث بدن أما قصص بدن أما تفاسير بدن أما روايات بدن كتب تانا ويسوق قلنا ويكبوا حسنين هل نخطو كتب تفاسيرته هل نخطو كتب تعقائدك هل نخطو كتب سيروينك هل نخطو كتبتها أحكامته مد كم قيهين روايات أو إسرائيليات يهود لقي سوري أما أهل الكتاب تخار كم ده هاد المسيح أنا صار كم ده سو قليين للأسف أنفورشنت الكتاب كم خنتها مرة هدي أنا راح بنمد أن سوق هذا إنه حلقة وكل جين أنا نيجي الدين تذا كش كثير رنت يعني وح أبرتين ومسك حدا نقف ولا أنا وحصل من جيران لكن مركز سوى موجزت وحان أنت شاكتي بايبل كان ماشي هنا وجرة إسر السي أسوى هذا الكيا بايبل كان وحالة ترجمي خرنجي أفراد وواجه أصحاب ما ترجمنين يعني علماء يهود هذا كوالا وصورين جري لكن ما ترجمنين بايبل كي لكن بايبل كي مكي لسوى روري إيه لترجمي إيه هذا الكي أسوى سيسا أنا قلنا نو وجرة تفاصيرتي أما أحكامتي يعني تاسع مركو حكينا إيسا يعني حياة بدن سمعة الإسلام ك إنك فور حماتي والله مرة واخص لما كان ولد آخر أنك فيرنا مثلاً يوتيوب كم ويسوق جليان وحال جاي مثلاً كريسمس ك بعد كريسمس لما أورن كان واحد حرام آيات حديثنا ما هي كل أقوال علماء ابن حزم يسنا يري أبو حني أوحي سأرونا يا أنا حارد كان قالوا ترد قالوا ميسن أوين يو كتب تود إنك بور حال عقائد خلدم ضد كان نوي ماذا أحكام خلدم ضد كان نوي ماذا أحاديث خلدم رجع نوي ماذا سيرد النبي ما لقى بدن لقى فرح مين رجعنا كلا نوبي ما ذي ما أوجع لكن حسكم على أن كان لدة قال ما خالف اليهود والخلاف ما حكوا خلافنا ما لقى روك وفق سنتين وكد قال ما يسمو لي أخاف كي معركة النقدية أنا أدليه خاف كان وخلدني هي لكن في الأخير كي وحرق الله وأنا حقيقة دي إلهي ما هدي سو حكم ده علماء دي ناس أروي أنا حديثتي إيه أقواشي إيه لو حبه
وأمهد عليا مدى الله إني أهاين ذات دقيقين أمرك وخرايان وخرايان هبكي وصارك هل نخط مثلا بخاري إلى الحدثنا أما أخبرنا أما أنبأنا أما عن سيك سوى قارت وسوى بناية لكن أرديد وحي مركعة ضحاك خلدا خلد كان أرديد ما إيدينا وحاس كلا أيد علوم ذي وحبريسي خفك ما تمكو كسوهر فريس تويتر أدو حكو بلال صحيح البخاري أما مسند كلا إمام وربح لها وي أو سيك كدكتي استلاح أما هب وأحاديث كوكا لساري جامع صحيح مركعة تريد بخاري كتابتي كتاب كسا سوى خالتي أنت أحاديث كخرنا طن ما كل وحي بخاري صوري بخاري هذا صور يي وحكوا كيس إنه كبلاوة حدثنا وحينو شيء بخاري وحرو حلو مع وجر التعليقات وحاول كسر لا الذي خارك تصيح حتى مروا مسنا سعيين لكن وصل خالد يومكم مركب بدن حلو وقال إنه يرى هذا مثلا حلا سمعت محايشة هشام بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول السيد لما قال هشام بن عمير قال رسول الله ما كفير سيد بخاري هشام بن عمير بحوك خبر سموكو مكرصانين لفت بيسكو مكرصانين معناها حوايان حديثكو كسو خالي حتى كو مكرصانو بخاري لكو اسكو سو خالتي قف كي اسوكو بيبينو كو ايمان عقو لهي بخاري صحيح البخاري وكو جرى حديثك سو صحيح بخاري بحوك خبر حديثك بخاري اكتسو ضعيف كي هي حديثك يا اخي مركة مشكلة دي حوايان دتك سالة مبارن شيطان كان بن ادم تسو حوكو ابو راوح لوعه وانهري دك دك يعني هذيك هو بعدين بدنا واقع عشرة هذا بالله وعي يعني برش روح لو سار جر مثلا تفسير ك إن أصحابه عيد سلام إن هري وحلو دك سين لان بما يقرأك دك تها داخل تدعو ما بدنا الضبطي بخل عجل ضد ولا قدوب لا بخل عجل قص كده جيس خلاص عيد معنى هذا عيد معنى هذا إن هري الدنيا ما تكون هذا نيسا مش هذا بحنين ما بحنين شيء ذاك مرك دك جس كوا أبورة مركان أنا قاعد أذهب مركان مشايخنا في الإسلام مشايخ يلا حدثنا 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 هذا محونا قد جس حديثك ما نقص آخرية حديثك هو نقص آخرية يعني ما أنت ما قاعد يسطرنا من حيث هاي مركان أنا قبل وقت آخر سنة إنه أكبدنا ما قاعد وحكم الله ما شاء صلى الله عليه وسلم كبلاوتي عن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثك يا نوم مهم سن لكن قال حكوا قال نساء إنه مهم أهيد يعني أسانيد دين إنه صخ هذا si aad u ogaatid xadiiskan inuu ma aragtay saxiixay oo nabiga lagu soo wariyay iyo inaan ma aragtay nabiga lagu soo wariyay taas waartu waxa uu maleeyna mowduucayga inaan ka baxay laagartaas xuk saasanaad laakiin dhanka xadiisti nabiga kaleey salaatu salaam ku timid mowduucda sawtaa mowduuca saa socotana waxaad arki doontaan xadiis aad la yaabi doontaan marka aan ka hadli doono laakiin olojeedina ma aha wallahi dadna inaan ku dhaawaco ama ummada inaan kala jibiyo laakiin waajib waxa iga saaran نبيك إن الدفاع وحنك أخان واجب صاروا معي ما أنت وحنك كسر النبي إنك أخواني هذان كأوصى عبسان بن آدم كعبسان عيب قبرك إلى مجلاين بن آدم ك إله إله حساب تماي مركه وحن قاتل سان هور ويري هذا كي عمره الخطاب ويري حقي مركه مكتاج نادي صاحب وإيه رواي أصحابتي حتى وإيه كلب عيب حقي بن آدم إمام كان أرنجري لما لزمت البحث والتحقيق لم يترك لي في الورى صديقة مركان باريتان يهومين أم بلاوي يري صاحب أي هاري وي تتكنا هو يكلا هاري وحو لي من الوية وحو عركتي ليابلة لكن مروا بحق أي باطل نخونا أي باطل كانوا هاري إسلام كان سئلة تاني مو أركو الدونك وحو سفع نغوفا في دونا الله خالون دونا مركا دتك يا كان حقيقة دي إسلام لكن إسلام لفو الحمية تتك مركي الله كانوا حركت وعقلي بدن حر ويهي ما خادنا يعني أنا أقول نقول سكري وكل دلالة سيدان دان نقول كأنه حديث كان يعفور كأنك هدان خادم لهنا قصان لهنا مثلا دمارك ما شاء الله معجزات كنا بكم تبغى أسك خادم لهنا نجي لأنه حلو كان النبي محمد رسول إنه ها وكل دلالة وكسو كرنا لكن خف هل كان جو ويلي جزد سلام كح كان قصان أو أخواني هنا أو فيلسوفة أو واحد هدي لوك هنا غير هذا النبي محمد سنة هنجري دمار يا صاحب هنجرين أدنى كير دمارك يدخل خف دمر مو بعنته نبي مشوا أهل سليم إن خرافات وتاء ده كان ببيت أول سنة يوم كميدة صار الله سعد رات مرك واجب وحام مسلمين تقوى إن أي معركتي كل أبطال قارحان علماء دي إن عقل حرة يا كبار أحاديثتي إيه رواياتك هي إيه تفاسيرتي كان أسكن كومن كتب الإسلام كان كتب تكلم ناقرستان سوى وغيره ما لا خار حيا وخر من حاجين نبي ماذا
مسائش اسمر كان كبحي سؤال شكل ماشي إيماني سوحي تهي النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام هدي وسلاس أها عن صان كل شيء مي عن صان شرحني أي سنة هاي النبي جعل دمرك أو يعني هبيني مال دمرك مشغول سنة وحيو هاس هاي سنة هاي سيدي كل دعضي نمبر وان إنو دور دمر قرصده سيدي كل دعضي نمبر تو واي إسلام كوبني مور دان وان وايف هل حاس كبدا هدوس إسلام كأفر كوكوهي واي نبي محمد كوي تونجر قرصده لو ايكي قير يودين سجال نسجك غير يودي قانون الإسلام صوم خلاف النبي محمد عليه السلام يعني سؤال بحوال سوي الدين له خف كده سنة قام أول هن كجها وريرة صح النبي قال وسم إيه لا وداس إيد سكده قد ترى لكن حقيقة ما حيتها حقيقة حيتها هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأي شيء كي عشرة دي هرب بين آدم أيوها مرنا إلى أقول هذا لا النبي نمو بني آدم نمو يقول هذا لا وحسابه كسافسا مرنا الرسول نمو رسالة وحي دعوة كسافسا حق الرسالة ما كي لو هذا لا وحيات قدبين يوحي لمدها وحي لوسا وحي يودي وحي سيه كي ما دمعها لكن بني آدم نمو وحي أخار مكو سمايه إله كو آذينا يعني وحي قتل وجري النبي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وحي لا حلال حيات لك ما حد حرام سكت النبي أيها لو قول هذا لجري عشرة دي هرا يوكو شاكتاس مرك النبي عليه السلام انت اسغه وحي بوسن كسو دغين اسغه او مو هورين رسول الله صلى الله رسول كلا يا كهوري سوما اسغه اسغه او دمي رساله رسولها رسول شي هوري كهوري سين كتب والسي كتبتي هورانا مركا تفيرسين كتاب سو كو وهي غور كتيرو ما جيرين هم ناخذ بايبل كهدا سو خالت اول تستم ك ان نيو تستم ك meel ku kooban ninka ragga inuu hal ama labo ama saddex ku ekaado kuma jiro kuma arkaysid kutubtii hore risaalada hore markaad fiirisid waxaad arkaysaa midna bible-ka yaani illa wuxuu ka sheekeynaa afartan xufood oo kale ama ka badan oo tirooyin badan guursadeen xasaas badan yeesheen yaani wuxuu ka sheekeynaa kan ugu horeeyay midna laamikh ama khaar wuxuu akhriyaa laamish oo yaani نبي آدم كذب إلا يعني دور بخور سنة كلو دحيسي انت أن لقارن عهد دي نبي نوح انت أن دفانت لقارن لامخ إنو دور حاسي يشي إنو دور جر قرصة دي حاسي بدا إنو لها ويكا شكين إيسا سوى كلو بكا شكين على بايبل نبي سليمان يقو حوار كان بخور إنو أها سيجي أبي يسوى ما كان رسولنا أها يعني نقر رسولنا مهارنا لكن يقو حوار كان سيجي إنو بخور على نبي سليمان إنه لها تضاوب بخل حاس تضاوب بخل دير أيو لها يسدح بخل الضامة أنا وحيا واحد نقول هاي سمعك إسلام كل ربني الضامة سامع كتبت هرا لو كجرتها النبي سليمان إنه لها تضاوب بخل حاس يو سدح بخل الضامة أبي يس كهري النبي داود سيد أفضل حمينا يعني أنا فرش نتلي قصوين النبي داود خار كم إذا أنا كتبت أنا ويسوق الشيء taa kutub tafsiir ku jirta ana lagu talagalay jas sumcadii nabi maxamed kaleey salaatu salaam in wax lagu dhaawo yaani mesela suurta saad marka tafsiirka akhriyaysid nabi daawud sirriis markay ka hadlayso oo nin u yimid lahay in hada akhii lahu 99 na'ja waliya na'jatu waahida faqala akfilniha wa azani fi alkhitab yaani nin u yimid ku yiri walaalkayga sagaashan sagaal lah ayuu leeyahay aniga hal wax kaliya qaba wuxuu hashaada si aniga ma aragtay tii kuwa ku darsanaya tafsiir saawi midna kafiir markaas wuxuu ku qoray wa kharaja uriya bin han shakil uriya bin han oo ku jirta bible bible wuxuu ku tilmaamay nabi taawud alayhi salaam sagaash ni sagaas aan haasasoo wala ayu maalin meesha daaqada soo istaag wuxuu arkay qof qubaysanayso qaban oo ka helay markaas yiri qaftaan ya qaba لأن كان النبي وما كان يوم بخور وركا وعاد خبر إن عيدا كان كم ذا لقوم على أوريا بن حان مرك الدجال عيدا كم بحاين صف كهرا يوجي أوريا بن حان صف كهرا لوس الدلي كدب تي بخلاص يو كدب تي واتي بس النبي سليمان إليه قصة ده أصبعي بقى كوجرت أيه قصة ده لا أهمه
تفسير كان إنه رح جرتها أنا جن مفسرين خاطف تأي جرت إنا وحاس كده عن نبي داود إلهنا سبحانه وتعالى يعني وبيننا اعتاس يحضوني نبي داود عليه الصلاة والسلام لن كيسا كما إيمانا سو كلا بحي قبان مثلا نبي إبراهيم عليه السلام لور حاس إنو لها أنا قبوا أبن هاي إنو خوي سارة إي هاجر سارة نور لشي نبي إسحاق هاجر نور لشي نبي إبراهيم نبي إسماعيل نبي يعقوب نبي يعقوب سلام سكر وحلوت المعمى أفر حاس إنو لها ولالكي سعيسو وكوينا يساقي إليهم يعني مثلا مسيحيين وحي قوان نبي يعقوب إنو صار رسول هنا إنو خائن أها نبي إسحاق مركو قوابي إنو بالي وحرب إنو كوريجي النبي نمذي كي وينا عيسو خاص أيو جعلاء لكن هاي أيا شكل دار ويا هو ذا يا خيانة سميسي بس كي عيسو حي جلس يعقوب يعقوب كوريجي رسالة دي نبي نمذي مركا ويا مركي إلهي يعقوب دقال الحمار جري يعني واو مرمان ويز دقال المحشين وين هبين داي حسو سو جيدو إلهي سمد أيو كسو دي أستغفر الله ويد دقال مان مركي أرورت سو دويد إلهي ماذا حلقة خطي عن خاصة يا رأني رانا وخفت مركز إلهي لي سيد دا وقتي وحلقة رمالنا كدي إلها مركز كله كما سيد دينا عظيماني بركين حد يسا سا إلهي قولك كان ديقا من كيعر كان نخونا يا معرفة عن خوشين دي لك رسل إلا سيو كسيد دي سيو عكو كو هذا إلهي أدوك مال أولي باي بركة بخورنتا باي بركة بخورنتا قصة داس مركة يعني وحي كتير مامان ريسو قال إساقن سو كلاك وحوغلها شان حاس عيسو ويل كيس أريفاز بن عيسو السجن سكر دار حاس أيوة إيش أنت صدقن يعني حاس إيش مسيحية خيبت عن مارونين سكر إلى حد وحين قبل إن يعني ترى إيش سنجرين كوان أخاف كنت دون أقول سنكر خارب بدن كبد على برة استنتج وين قبل إن ما ركت أخاف كنت دون أو قول سنكر مارتن لوثر بس كنت قالنا ما كبدها إن لبضيو يعني جورك أي معركتي وحي معركة لوحة حتى من كان مؤرخ أو رواية قاها إنجليز قاها أتو اسمه سيد مرة مثلا إلهي برناردو شو ده كان جعله كوميديا صوته حنكو جعله هاي وحول برون أيو كشيء خارو حاجة رمك تاريخ ورايا رون كشيء قاها كوان كان في روحه بدين كوان متعصبين دينه أهين كو تعصب كديني وكجرة بدنا الدين تو درادة أي معركتي قصة وحلينا يعني مركا برنارد شو يعني حلية هي وحسكو كينا يا هنري ميد أورنجرين أو كي معركتي سيدي ذات إيو أن بخر كي نبي سليمان إي نبي محمد اسكو فيري يري كان إمس حاس أيو لهانجري كان إمس أيو لهانجري نبي محمد مسؤول صوكوبي يعني مش هذا هو أمانة نبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني مركو كشي كينا دينة يهود سوكلا كوان ومعا وخليها ربانيون يعني وحي قوان خيبتو تلمود عوخر أفر حاسي خفق نول يش كبر النول لهان كري هندوسيين ترمو لهان جري إلا قرنقي لو اعتمد لقصو قار الحذر ميدي قانونك علماني ممنوعي قولك إلا بضي ما وذا دول الخاري يقول كدب بيان هل ننوحو لهان جري لحي طبنكن حاس إيغوغو لحي طبنكن خار طبنكن الوقت المامي جري تركون من الهنجر الهندوسك إسلامك أي معركتي وحو نخذ الدين تي كلية ترقو ياشي إسو كوبتي كسو كوبتي أفر ماكسيمم غارسيسي حكمة دو كجرتو محيطة هاي أفر هارتو حكموين كو إسكبديهين لكن إكزاكت اللي ترداس أفر تا إنو إلهي كسو كوبو حكمة أنيقا شخصيا عن سو معركة صوري كرماء يعني إمام أبي حامد الغزالي رحمه الله كتاب كيسا مقصد الأسنى وحوليه خفك هدوسن كلا أقوان وحا إمبوسبل كان صورة قلقة هين إي وحياوها عن عقل يكو غاري كريم خفك اسمها بارددك إنو سهر فبي صلى الله عدلا إي عقل يريد يسددك أولا أحبحو لابد خفك إنو يقانو وحياوها إمبوسبل صورة قلقة هين إي وحياوها ردعي كرو لكن عقل يجي يصوري كريم خفك عقل كوغي عقل يسنو كوين يهي وحب سوكوبي كريم سادة راد المركة تروينك انت افرس انه اله كسوكوبي حكمة اله سبحانه وتعالى اوكي هوايا اي علاظة درادة
حتى إلى القرآن الكريم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى هذا كاب خذان أجونت إن الحق هذا كسب به ويسان فكحوا ما طاب لكم حي كتبت مك آيات كاسوك حي كتبت خف جيريونا وحي كتجي عروف أجوما ولا الكيسة أما بتجي أما يعني خف قراويهين أي عروفتي ربها إنه كورها سين حاس يوليه مر ورب نقول جامي ما كرسي وديه وأي هرن ما إهن هذا التلفون وحاجر بس مسوي عجل ما يجلس قولي ورسو قراء عجل خفت عن أجنبي كليهن هدي وسن إيماننا وحك بخايا أبغى تحقق إنه كجاوي هدو قرقي ماذا يدو كبخايا عارم إنه عاصو كان هدي دعان إلى وحب بني خفت عن مركز قبل أنتي إن أنا كان إنه دمارس عرفتي إنه مركز حقق وصبحه هداني لا يعكر وإن خفتم ألا تعدلوا هذا كم خذان عدالتنا سميس ويسان فواحدة هل كريوك إيكار شرط لازم كدين إسلام كجمهور كعلماء يخفتوا حيتاي العدالة عدالة دين أجرته هم نخط حق الدقانك حق اللبسك حق عنضة حق مرتركة هي حق لدخلك ما هقولي إن دوا دستي إسكو حي نضو حيسي لكن بدأ دوب بدني يسد أو ناجين يسمد كم لعد معركتي كحر حرمتها هذا وحينين ما كل حالة يا جماعة هي عدالتي عدالتها هدي اللي جاوا وياه كوما بنانا حتى أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين مركو روي حاسك إنه له جورس أحويدي أبي حنيف حيرة خفتان أنا سخبنا شردي وحرتي وحتى إلى من جورس ناس أنا كانوا حروينا له جورس صوت عباسيين يعني واجي وحقاد وبطي دولكي إنه فران دمر بدن اسكو مانجري دمر بدن حتى وحال كيسه مد بخرود كمد الى 8 بخر دمر غريس وجوكتي واغاس اي بلاوتي اني ابورا احاديث موضوعه ودمر كغوميسانه احاديث بدن اكو صاب سن دمر كغوميس غود وكفير ز تاريخا واغاس اي بلاوتي دمر كنو اسكو غلان صوت حدي وسا او غانسنت كون كان دبد كيمان كيس كهلايا انغي مركه وحان نكونينا ماركتي إنا خالنا، كوان سيسن أكبرين، كواس كلام عنو هيسنا، وين عنو أبورنا أحاديثه، أحاديث بدل نيجي نلقى بين أبورته، الموضوع، سدوا مركل وجو ميست، واجع باسين تعب الأرض، نوع عصا كذا، مركل، أبي جعفر المنصور، وحوير أبي حنيفة، أبي حنيف مركل سويري، يا أمير المؤمنين، إلهي وحوبني، حاسك سن ويفا بذامش. إلهي وحبني خفك إنه حاسك سلب جرسده هدو عدالة سمينه هدو عدالة سمينه إنن حرام كويان ماذا حين هقعمو ماذا حسرتي حاسك سنة وحب الأذين ما أعرف عرب لهذا إلهي نبرك يا أبي حنيف حرام كويان مركز سيري الواحد من خفك الواحدة في سرور خفك هل كلية قوة فرحة يكونوا ليها واثنتان لو كي خوانوا في شرور شرع يكجرا ومن لم يصدقني فليجرب كان الرومين انه حيره هاتي جاوير سقارك دونا وحسو قاري دونا مالك علماء دي بضن كوالا مواقف تاس اي كتاق نانجري ابي حنيفة ويلي جيس حاسس لما قورساني صح ما كيكي قيري يتبت كالو قورساني لكن لو حاسسكم ايا لان يعني صوت احد دي عدالة دلقى صبحي كريب إمام حتى إمام علالي الفاسي رحمه الله ومدي مغاربتكم إذا أختي دي سوحو صار الفتوى وأمر أي ملاحظة إني ممنوع عن تعددك ممنوع وإذا صارت أعددك عدالة ما سمعين كرام ذافر عدالة ده ما سمعين كرام ما بنانا معتزلة الخاركو ده يخبطوا عليهم تعددك ما بنانا صوت إله حويري ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم عدالة ما سمعين كرتان حتى ده شان عدالة دارنا سمين كرلين عدالة شرد النوبل نيجي سادرات مبنان إيه كان هذا كل حلا أحد جد ويا كجر صوت إلى حكويري إسلا عادي فلا تميل كل الميل فتضروها كالمعلقة بخل جاء يعني بخل كي بخل هذا لون هؤلاء حنينا سيسا نصور الله هذا يعني عدالة دي مقال كها سمين النبي عليه السلام يعني عايش سيتري عدالة أيو سمين جر حازس كي صدر هذا نحور جر إلهه تنوع عدالة دي أن أبوذي أنيق كان أوذن إله يعفي أعطي قلبي جاهد قلبي هلو جعلانا حتى عرفت هذا قلبي هلو عدو جعلانا يعني عادلنا ونخذنا ربع أمره تالك هأموجنا ذي إيه متكسنا جعشاي تي ظاهر كأوض موج يعني كوس ميهم تأخذ قدس كبيح كريم مركز أدرادت وحين أخونا يساوح معركتي كممنوعة
تعددك. مرك على كل حال سو كله دمرك وحقبنا وحلوم عوا شرط شرطي جمهورك مخبا لكن وحقبا عمر بن الخطاب وحقبا إمام أحمد بن حنبل دليش هذا نوع عدكته حديث النبي عليه السلام حيري شرطي وهوين لو باهن يه إن أوفسان وحويان شرطي أتخف حلال أبو نقطة خفت أت حلال كديجا نيسي هذا شردك وحرته وشردك وهوين اللي هو بهي عندك أوفيس معناه محيطها خفت أنت أنا من جورسنا هذا كتير هذا شرد وحنا كذي أنا ذا اللي جورسنا صار هذا حلال كبر نخطه كم بنا أنا وركين في الجورس تقولي جاي كم بنا أنا ما كان تكلم وحياه بنا أنا نخطه عمر مختار باجس من صحاب كم ده ويمد حير يا أمير المؤمنين حاس كي شرد وحيق دكتي أنت أنا المدينة كجور جوري أنا أقول لها أنا أنا مال كلام وحكيها لي مال كنا ربنا أنا أقول مركز إيد اللي هو يري صح ويا تري أمير المؤمنين مركز عمر كويري شرد جيدا لا ده ماشي أي ربطة كمرة ذكرت إلا إيدا إنا بورس شرد جاس مو يعني حتى جوري تاني هذا شرد يقول لك تنينكي كمرة ذكر ماشي سعد راد مركز أنا شرود هذا وعدك تاني تام كده مركان كسوق جذبنا وقتي وحاجة خاطئ إنترودكشن ندي إنتان كهذل تين نبي جانا عليه الصلاة والسلام نبي جانا عليه الصلاة والسلام مركسي بمسي صدام أقلنا نن هجور صدى محمد شهوة هم هجور صدي مس الظروف يا أسباب أيا كانت وايسة إنتان ديتيلز كجلين نن أقبض صدي ترادا تريد سواء أقبضتي نمبر وان وحنري نبي جانا وحو راجل وحيك في ماذا مركا أن النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنة كودم يقول سدوا حياة سنة كتدوار الهجري سنة كتدوار يقول سد كذب إلهي وحوك سد جي آيات دي أهيد ولا يحل لكم ولا يحل لك أن تتزوج من نساء يعني مركا وحي كدم ب أن كوم حلالها إن خفك لا تقول سد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عجبك أحسنهن حاسك كان حاسك لما تكون بدلت تكون مو برانا حتى أخو رحلة ذات كيشي النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام هدوسا رسول أهان لهن عيد الصوم خارج لهن من شهوان هدوية صوت اسمه أوجا بريت نوع كده أنا متكلم عن جبسي اسمه أوجا ما يخص نصين على عن دونا حتى أنا عيد أمرك سويت أبو الشاي إلهي يعني سدوا آخر عيد سورة الأحزاب حرالكم ما يعني حاسك لنا الجورس تكون وحي كدم بي إن حاسك أنا حاسك لكم بدلتي يعني مثلا سيال أيو قبل سيالكم أنا أفسين كرتد معناه ما هذا أنا تفوري كرتد هل كلكم بدلين كرتد كوانا ما بدلين كرتد هذا ميدو هذا كاك غيريوت أما أتكال تكتان ميد كلا بوسك هذا محير كرت جور كلكم ما بنانا النبي عليه السلام ليري سوى كلا آيات أدنا حقصو دكتي أصحابتي للحد لأي ولا يعني لا يحل لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما حلال اذن امها ان النبي قدكتان حاسس كي سنه قداشي سكدي من الجورستان اذا ما بنانا الى حق يسوي كوينته يعني النبي حاسكو كجيري ودي ما بنانا خفك لانه جورسد امهات المؤمنين ناخذ المؤمنين هاي وديهم ما بنانا استغنى لو ما بنانا خفك لانه جورسد هدي وكجير يودنا لو ربنا يمدحاس كسينا يركل الجورس ذا آيات تسعي سود دقين سنة كي طلوات لما دي ديس سنة كي سديدة لما تكيس أو حاسود دك سورة النساء تيكو سوكو ويس أفر كهر نبي قلنا ما أقول أفر كلي اللي وسوكو لما سعنا هدي وحي وسنجرنا بشر عادي وعسان عروب شاقنا وحي مبا أموجينا يسامع أفر مرك النبي عليه السلام وحي كسود دكتين سنة كسديدات لماتك السيقان نقول روح أودن بي سنة كي تضواد هجري ساد رادد مرك النبي عليه السلام هدي أفرانا شان هدو أفرا لا مبان يعني شان تان قفكال إنو قرصد سيكون نوالان لهاية دن بيقى المتاستان نمحوية يسير الله أفرا أي ولي قدن أن الآن نرش كل ما يستان عذاب نفسي أيو كدع الله سماء فريشارة كدع الله ما هي هاللي لكن رجع كله هدو فرق كانوا تعولا ذلك كان الجورس صار لكن النبي حاسس كسوه لو دي دينه يخاف كله الجورس ذا
سادرات مرك النبي قال عليه الصلاة والسلام لما أمرن إنه ما أردت أفر كليه كوئك هذا أنت كلو فرق هذه الأمر لا نبي نو سمعنا لكن وحي وين مد مجرم وحي وحو كم من وعي إنه مرك لو جورس جور كاي أنت سكوي كوئك هذا أصحابي إنه حاليا من وعي حاسس إنه جورس ذا كدي بيا وحاتمت سورة النساء سورة دكتي لما تي سنة كل سديدات هجرية قالوا سكوي أفر هذا هو محيح أهم مركة تاريخ دي قرركي نبي جانا عليه الصلاة والسلام نبي جانا خفوا قرصد وحقوه رئيسي خديجة وحونا قرصد انتو صن رسول نخونا شان إلا واتن جير أيو أها إيه دان سان خروق صوش شاقني مورن كري أفرتن إشان سان أي جرتي لكن روايات خارو حليس دي دي لواتن خارو حليس شان إلا واتن خارو حليين نور إصدال تان أقو بدن تاسان سين كرا ساوتا أصورة قل ما أها خف أفرتن أفرتن إشان جرتي إنه هذا نسديد عرور نشو أما روايات كلو حليح عرور نشو خارو حليين أفر ويل يأفر قبل ده يوم نشي قاسم عبد الله طيب طاهر أم كلثوم رقية زينب فاطمة سديد خار روحي كساريان طيب طاهر يعني يوحيلين عبد الله يا قاسم عبد الله أي خار نوحيلين سد حويل أي أهاية على كل حال لح كبري لح أي نشي أفرتن كي ضعفتي ده دي خصوصية قرمي قاري سامركا يعني وح معقولة لو بهي لوجيكي مركب مؤرخين تخار يعني نخزيمي وحي ترجيح هنا صدنا نشان سنة إني جرتي معقول وقت أسوا خاذا كرنات خار روح ليشان إلا وقت سنة جرتي وإس لأيك هاي خديجة مركب نبي مركب قول سنة وخف قهور يقول سدو حيات خديجة سماء خديجة ما قبر يبقى أحد ما يا وحيات قبلا حاسس كي نبي أنا عليه السلام وحيو بدينيهين كوا قبلنا أما من قرابة قبر وحيو قول سدو كليا وحياة عائشة خديجة مركها رنو حاقب جري أبي هالة ابن زرارة التميمي وكجير يودي كتب كتب نوح جورس ذي عتيق ابن عابد ابن عبد الله كتب سجن وكجير يودي كتب نوح جورس ذي النبي نوح عليه الصلاة والسلام إلا سديت سديد إلى وطن صنع يو قوي شن إلى وطن سديد إلى وطن صنع قدر كنت نسدع صنع يو جاري ويلي جيس خف كلا من جورسني يدن لما وسن جورسني دوما رأنا إذا أبوه رئيسي مركي دأس أقاري أذير كيس أبي طالب أقيريو ذا سد حمالي كدب من خديجة لقيريو امتحان هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام أركب خديجة مركي لقيريو تنا أمرك أمر قوينجري عائشة وخفت يترويلي يخف كم مسير ساء أبو مسير جري خديجة وحتى أمرك مكيمة حالة حتى أمرك قورع وحول راسن جري أصحابتي خديجة هلو خيوي أورنجري يعني مرنا من اللو جرين يعني جعلكي أم وناجي سجئ خديجة كوالد الحين خديجة واخفت كلية الدمرة سلام كسو قرتي لا حجيس حديث كذي صحيح لها النبي عليه السلام ويجي جبريل كويري يا رسول الله هذه خديجة خديجة وقصة صعتها وحكوا ذا ويل وراشين كجر هذي كوتي ما ضو الشك إله إنه سلامة يعني من سلام إيجا جارسي هيك إيجا جارتي خديجة الكبرى صوتها أخف النبي عليه السلام رمي إذا هو رئيسي مركي وحي يقصد دقيبه مركو قيمة سوى نحسن وحي هذا الأبو جوت والله يترك لا يخزيك الله أبدا لكم هو جناي إنك لا تصل الرحم خلاص هذا تحرير يسال ويعني تعين على مسكين كواد كالمة يسال كي اللي بنوحى بطرتا ذات كان كي أدونك براشر سارن واد كخادة إلاكم هو جناي نوع صداتها وي كالمة سوي قرب استاكتي انتو دعوة ذو هو خذي جمال كي قيري يوتي كدي منوحى لصوب بندقي سان حج عشر كروشي كي لبخ الدمر قبر وصحيح كي صورنا لي خذ عائشة هاي إيه إسلام أو لح ذاك السيقارتي أو لح عرور له أو كقريو ذي السكران ابن عمر وآه سودة بنت زمعة وقونا يقيني صحابية هاي خاف كذا نوع ذي شيء خاف آدو بورنا هاي مذب كذا نمذوبة قروح عن نصيب كل هاي أسي داريدني أفقت كي نبي تاسونا مفيرين وحفيري ظروف تالي سكران سكران ابن عمرو حقوقي وكغير يودي هجره دي حبشه كدب مركي سو لابتين عرور بدن وهي هيسا فمل كيلو انه وقالو يو علنا خفتان لكن خفتان ابو هذا تاجر وين ابو بكر فمل كي هويدا ابو هذا لا نوشه ما دبنا عائشه تنو دور بيدي سودا غرسنا يغيري ابو هذا لو دوني قال له يا وحيري كف ام كريم نما سوريدة حمبارك رأو ديخ سيوي محمد واسي يورك بدأت ولا كذا مركو مسلمي وكشيكينا يا عبدو مركز وحيري
doqonnimadeedu yar markaan xajka ka soo laabtay waxaa lay sheegay walaasheed inay guursatay maxamed timaheedan ciidan ku shubay yare shalaaytanka xumaan dadku caadooday ahaan jirta qof markii musliimu way soo gaartay madaxu ciid ku shuban jiray dhib weynaana soo gaaray hadduu maxamed walaasheeda guursaday marka khafti ugu horeysa waaye gurigeeda laga aadmistay masjidkii nabigana calayhi salaatu wasalaam sawda bintu zamca saa idin sheegay waxaa waa inay carab kuleed markii wixii bateen wuxuu la guursaday markaa caaisha caaishana xadiis bukhaari ku yimid yacni jibriil ma u keenay sawirkeeda yihi khaftaan waa khaftaad guursan doontid jannadan kula degi doonta marka nabigeena calayhi salaam xag waxii ilaahay oo ahaa u ogaa inuu markaan u guursanayo gabadhii abubakar caaisha sii ay ku guursaday kadib sanadkii saddexaad hijriga markii ay usoo guureen madiina oo dagaalkii beder laga soo laabtay dagaalkii beder waxaa dhaawac ku gaaray nin la odhan jiray khunays ibnu xudaaf assahmi wuxuu qabay cumar ibn alkhataab gabadhiisa xafsa muddo kadib xanuunkii wuu la geeriyoodoo ku dhintay xafsa ma odhan kari way foor xumeed ceeb waa nebiga xaaskiisina wax ka sheegno laakiin iyadana qurux nasiib kuma lahayn qof aada u gaabanna way ahayd qurux oo dhanna ma lahayn cumar markuu u dadaalay gabadhiisa wuxuu u bandhigay abubakar xiriya abubakar gabadheeda way soo badantahay waa runtiis salaatuleelkeedana way badan tahay qur-aankana way akhristaa guurso abubakar wuu arkay maayo kada uu ka deeriyey wuxuu bandhigay cusmaan ibnu cafaan wuxuu yidhi gabadheeda guurso cusmaan wuu ka diiday nebigu yimidna u dacwooda isagoo madluuma sidaana ugu sameeyeen dhibaato mal wuxuu yidhi gabadhaada waxaa guursanaya nin labadooda maaragtay ugu khayr badan insha allah anigaa guursanayo gabadhaada nabigeena calayhi salaam marka qabta saddexaad u guursaday sanad saddexaad waxay ahayd xafsa kadib haddana sanadkii afaraad nabigeena calayhi salaam qofta u guursaday waxay ahayd zaynab bintu khuseyma waxaa lagu magacaabi jiray hooyadii masaakiinta odaygeeda wuxuu ahaa nebiga eedadiisa ay dhashay cabdullaahi ibnu jaxsh cabdullahi ibnu jaxsh wuxuu ku geeriyooday shahiidnimo ku helay dagaalkii uxud ogaadana qofka markuu dagaalada ku geeriyooda reeri caruur ka tago waagaas ma jirin wax lagu macaawo welfair cid caruurtaas biilaysa maalgelinaysa ma jirin dhibaatooyin dhaqaale uu iska jiray zaynab binti jaxsh dhowr iyo lixdan sana jirta way gabowday wax uma harin dad qof deeqsina way ahayd hooyada masaakiinta masaakiin badana gurigeeda imaan jiray nabiga calayhi salaam markuu arkay qaftaan caawilada inay sidaa tahay masaakiintana u gargaarayso si oo niyadda ugu dhiso ayuu u guursaday maaha jaceyl oo ka dumarnimo qof waayeelay ahayd sidaa daraadeed laba bil ilaa saddex bil keliyayba nooleed dib way geeriyootay way sii socotay markiiba nabigeena calayhi salaam lagu tilmaamayo marka inuu reer badan lahaa ilaa zaynab bint khuseyma sa ayaa marayna waxaa kusoo hartay umu salama hind bintu suhayl ayaa la odhan jiray iyadana iidii odaygeeda abu salama qiso dheerna way lahaayeen la odhan jiray cabdullahi ibnu asad dadka waxaa ahay u hijrooday ethiopia dhulka xabashada haddana waxaa loo sheegay diintiidana wuxuu ku yeelatay maka way soo laabteen nebigu wuxuu yihi beenaa laidin sheegay wili dhibku u jiraa laabta way sii laabteen markay soo noqdeen hadda nebigan loo hijroonayo madiina yacni labadii familki ayaa ku dhegeen waxay yidhaahdeen maya ma la hijroonaysid gabadheena isaga iyo familkeeda isagoo isjijiidaya isaga reer familkiisa ayaa reer bani asad carabta yacni xataa haddaysan diin agtooda jirin waxaa la weynaa qabiilkii iyaga gaalay ahaayeen laakiin wiilkooda bani asad ayaa xoog loogu qaadan rabaa xaaskiisa iyo cunugiisa salama waxay u yimaadeen inay u duubtaan marka kuwaana xaaska gabadhooday ku dhegeen gabadhii waxay ku dhegan tahay wiilkii qolyahan kalena waxay ku dhegeen wiilka wiilka waa bani asad wiilkeenaa dhalay nasiiya garabkiisaa kala baxay hataa cunugi yaraa bis markay aragtay hooyada wiilkii garabkiisa kala baxay tira u daayay tira khalaas bis abu salama keligiis ayaa soo hijrooday xoog ayay ku reebtaan reerkeeday maalin walba duhurkii ilaa cishihii waxay soo istaagi jirtay banaan baxa maka si ay u hesha cid kaxayso u geysa madiina way iska ooyin jirtay marka dambe nin reerkeeda ka mid ahaa ka naxay isagii ayaa soo kaxay waa nin gaala waxay tiri nin ka xishood badan ma arkinay tiri ratigayga ayuu ratigiisa ku xiray marka dambe ciddeeda iska soo daayay maxay yidhahda sidaan tahay iska ubax odagaa wata rati ay iska soo qaadatay xirmo waa la tahay safarkan dheer 450 kilometer dhowr maalmood loo safraayo ilan gaari laguma socon marka maka iyo madiina intuu dhexayso ratigiisa ratigeeda ku xiray waxay tiri markuu rabo inuu
يدجيك كيسو فريسن جري قدال قدال يوسو سعون جري حتى ويجي قيسو مسو أدن يلسو كحي وحشونا رتك يو فريسن هاي مركا يرا مكدكتيها حول هي غيري وحباين بي راشين وبا هو هذا سيب حتى نو فريسن هاي وكلا كجيسن هاي مركو مكا كان نحو كان مدينة كان ماشي في ملكيس دقنا هاي وذا قاوي ماشا نو دقين هو كلابتي سر وحوها قادو يكو بدا وذا يدي مركا صحابي قاها isagana dagaalkii ayaa dhaawac ku gaaray dhaawac xud noo dagaal dhaawac xoog leh gudhiisa gaaray dhaawacii oo la xanuunsaday la jiraday iyada markaa waxay ka xibdisay mar odagaada yiri iyada gaalka sheekeynaysay xadiiskii nabiga kaleey salaam oo ka odagaada maqal waxay tiri waxa odagay ii sheegay nabiga inuu yiri qafkiina haddii dhibaato soo gaarto ay yiraahdo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurni fi musiibati waakhlif li khayran minha ilaahow musiibadii soo gaartay ajir iga sii wax ka khayr badan ugu bedel ilaahay musiibadiisan ajir uga sii wax ka khayr badan ugu bedela xadiiskaas way xusuustay iyo waxay xusuusnayd maray nabiga adagayda ku tiray waxaan maqlay khafta hadduu adagayda ka geeriyoodo ee nin kale aysan guursanin kaas levelku jannada ku joogo la degi doonta iyadana soo kale hadday geerato adagayda khaf kale uusan guursanin iyada jannada ay gasho isaguu ka daba tegi doonaa marka aan adiga badan aan kala galnay tiri ani hadaan geeriyood adigana aan guursanaynin adiga hadaa geeriyootidna aana ma guursanay markaasuu yiri uma salama yiri ma jeceshahay haa waxaan jeclaa gala jeceshahay haa ilaahay waxaan kaaga baryay yiri aniga hadaan geeriyoodna aniga iga khayr badan oona ku dhibaynin kuna ciilayno leh kuusaano aniga kula jeclo yiri hadaan geeriyooda almuhim dagaalkii ayuu ku geeriyooday kadib dacadii aan akhrisanaya tiri markaasaan eray واخلف لي خيرا من سوران كرا ابو سلمة عندني كخير بدل ما وجرا حتى انا حيت ما دام حديثه حديث كوي خالتي ما كي عدد كبحدي نبي جاي صوت دونتي لا عرور يو هاي سامر كان ما كاي في هذاك يقول تري يا رسول الله تري ان خفله دي ما تهين لكن سدح ار ما جرت تري خفير ما تقول ديارو امين ما خف وين انا دا ما يري عرور بدل والله masaarna waa leh tiro masaar badnahay markaas yiri ama masaarka ilaah waxa kaga baray masaarka inuu ka khafiifiyo caruurtaadan uma walwalaysaa dad waxay ka dambeeyeen daadan aniga uta khalda yar meeli nabiga kaleey salaatu salaam markaa ninkan saxaabiga ee diintii u jihaatamay dhibaatooyinka soo maray reerkiisa inaysan dayacmin caruurtiisa dayacmin wuxuu u guursaday ummu salama sheekada waxaa ku soo artay zaynab binti jahsh إذا قصدها بس كدائرة لك حكم كده لا أنا سوق هو زينة بنت جحش وحدا شيء نبيجة يدديس ميمونة وحنقول له النبي عليه الصلاة والسلام إن جرجي سوق سوق هري أويل سوق لها زيد ابن حارث عفوا زيد بن ثابت زيد وحان ويل يرى الدون ولا سوق فعل ذلك دون كيمن من مذوب sankiisa ballaaran aan laf lahayn bushihmiisa waaweyn waa garan kartaa marka sifaataas markaa aragtid noocuu ahaa hadda nabigana wuu jeclaa guriga nabiga ayuu ku noolaa markuu weynaada nabiga ayaa ku yar fiiray khayru khalqillah ka warno yar zayd haddaan kugu dara zaynab binti jahsh qof qorashiyad ah oo nabiga eedadiisa dhashay isaga usoo xoolay ninkan oran karsid inuu ahaa jireer masala yaa ula tartami karaa ninkaas marka qaf samayn karo ma jiraan ilaah hadii laga baqaayo nabiga isagaa u bandhigay markaasuu yiri yaa rasuul allah haddii ogolaanayso yiri aniga waxba kama qabo nabiga ciddii u yimid taba cidda marka hore way dagaalameen markaasuu yiri doorashada iyada ayaa iskale zaynab binti jahsh ila doorashada iskale zaynab waxay tiri yaa rasuul allah dacnii ufakir fii amri waqti sii tiri nafsadiidaan ku laabtaan ka fikiro wuu kasoo tegay nabiga calayhi salaam waqtigeeda ayuu siiyey kadib waxay tiri waxaan arkaa ilaahay rasuulkiisa waxay arkeen waxba kama qabo inaan guursado ninkan waxna weyn ahayd reer madiina carabto ilaa hadda cunsuriyad ku jirto waagaas ay kasii darnaayeen in yeman laga keenay aan la ogeyn wuxuu yahay haddan in lagu dara gabadhii qorashiyada ahayd aniga marka waxyaabaha la yaab igula noqdo waxaa ka mid a mataqaaneen kolley markaa waqtigeeda gaarna waa ka hadli doonaa fuqahaadeena unfortunately inaan irahdo jamhuurka fuqahaada qisooyinkaas ay ugu dhumeen kutubta fiqiga dhan markaa akhrinaysad kasoo bilaaba abi xaniifa weliba saaxibu ra'yi ahaa maalikiyada shaaficiyada xambaliyada
كلي وحكوا ليهن كف يعني نيك أقل ما خفت محيتها خفت هذه قرشيتها وحق جورسن كريه كريه نين قرشية هذي عربيتها وحق جورسن كريه نين عرب أو نين قرشية هذي معركتي تهي فارسية أما ضد كان كلاته عدان كأ نين نوع عصو كلام أو نين عرب أو نين قرشية هذي تهي زنجية زنجي ضد كمذوب أنا وكلوهين نين وحق جورسن كريه أما زنجي قاسلة أما نين لكن يعني نيك نوع عسك زنجية مجورسن كريه خف قرشية نيك عربي جا مجورسن كره خف قرشيات قرشيات من قرش مبجورسن كره أحكام تان حقيقة كانة لكن وحن كجع الله هاي هلو قيري ما ابن الحزم ابن الحزم وحيري ابن الزنجية ويلك إذا شيء خفت مذوقة وحولي أنهم كرا أو كف أنهم كرا بنت خليفة الهاشمي القرشي خليفة هاشمي قرأ مدحوينا هاشمي قريشي قرأ قبل إيسا وحاو كفي كفو نو أقل مكرا ويل كي إذا شيء خف جريرة تاسو كالو خالنا ابن حزم جزاه الله خيرا لكن أي مدي كالو نو أحسكو إلا ترى مجرد حقيقة كان سادر أدنك أحكام تفقية مرة كاركو دي حكو إسان دخني عادة عادة دخل كدي خلاف سنتا قرآن كي يدخل كي النبي عليه السلام وحالينا جزاكم الله خيرا لك وحان نووين إجماعينا أما إجماع واحد يرى رأته مجرى أحمد بن حنبل رحمه الله عيري كيرة له مدة علمه حس كل راعي بين كون وشيء مجرى بين كون مجرى محاكو وبيسيوري علمه الخارج مدة إني ديزين أنا كنا محاكو تبت أنا كنت جرى متخانة حكاية حاله خاطر كتاب سنة هاي محاكو حاجة إجماع هي قياس قياس صح واجرته كل ود ديزين بين كون مجرى يرى إجماع واحد يرى لكن أنا وين أروح ذا كتب تان إجماع الأمة جمهور الأمة تايس وافقين مركا يعني شاكد عن صدق ذا جنو زينب بنت جحش أن سيكو أقولاتي زيد بن الحارث زيد بن ثابت أن كدبنا عائشة سيكو وشاكين يسوح تري زينب بنت جحش مركا شاكين يسوح تري قف إيمان في عن تقوى بدن عبادة بدن أيها هيد لكن حيل هذا يرى أف أذيك أو مرمر دل عدد ذلك صهر مريسة ويا أفاد كيد تي مرك يدو صدر يدو دمر بنا آدم نيك اللو درني وعرتين وكوها سيء أي مرك خاركوت آدو وافاد كان جرتي وكوها دل علي جرتي وي ليد جرتي زيد نرجر النبي قيمت أسود دعوذي يرى يا رسول الله لبكا سأهيست يعني خفتان وحاني وايسا مرك إنا فرار روا استقلوا كلماتي نين كراك سنسان وحيوه بدن وقت كيس كراك انت انا هم ليدي مركو تلاي محاسك سنين ليدي يسو وحيوه بقى ذاكوه انكو وصف حنباري كري مرك خبتان وين اللي داي يولا سيدك وين انت مرك انا فرار روا نبي مرو بحول الله اتق الله امسك عليك زوجك حاسك عليك يسو إلهي كبر لكن إلهي سبحانه وتعالى نبي قانو وحيو ذي اني بقول كان سيسو عن دوني وفوري دونه استقان ان لو قدري دون نبي حمد لك وحي تشريع ما اهم تس النبي قال عليه السلام حسك وغايه إلهي مرك سبحانه وتعالى آيضا يقصد جي ما كده مويز هين وين إيدي زيد زيد كوفوري أردت مرك إلى فيريا حدوسا إهان نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول إلهي صادري أي وحي يكو صعد خف بنا آدم شهواني ويه يعني أدق اسم ميزان خف إستقلس رئيس قبيل أهان مثلا خفوا قرصدي أو صافري مقرصن كرتادي بس قالوا وين تاي رنت هذه الأشياء هاي ولا وصل قرصة معك قرصنا هاي دلالة يعني هبل أو الله في نوع عصو كلا أها إنك سلام قاسنا بقابل لكن دخن أها نوع عصو كلا خفها سو قرصة دي أي ما عرفت معاني قرصنا لكن نبي عليه الصلاة والسلام محبوب قال سنا وامرتي إله زين بنت جحش إني كاس قرصة دي الصافوري أي النبي قال إله سبحانه وتعالى أمري فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد مركو معركتي وقت هي سخاتي صافري هذا ايام كو درني يعني هو خف كلي صحابي كلي ما يعيس قران كل شيء زيد ابن ثابت ما لو مرعوا الى قران كالشيء ما قعنا حان نبي اذيركيس او قرشي اها تبت يد ابي لهب وتب سما هلاك او شيء لا هلاك النبي اذيركيس عداله الهي فيري زيد وأدون أهانا إلهي وحكت البابي وإذا تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه كي إلهي أني معي أذي أنا أني معي سيد
فلما أخذنا الزيد معيس إلى كشاجي وحكى لي مركو شرحي إمام فخر الدين الرازي عاقل أدوية نها إلى هنا حرست عقلي ما أنا وحكى صو صاري حير الزيد مركو روح اللي هجر الزيد ابن محمد ويلكي نو محمد إلهي مركو مو من واعي سورة الأحزاب يعني ما كان أدعياكم أبناءكم يعني ضدك الشيء اللي سان عروتنا ما نهون كران ادعوهم لآبائهم أبياش ويرا زيد بن الحارث بي. لكن هذهن زيد بن محمد مركو حلية بن الحسن أنا فخر الرازي زيد تيا ابتي ما قاعد في عنورها زيد بن محمد ما يعيس هوسا واضي إلهي نيد سوق بس ما يعيس قرانك وكشاجي خاف كله لو شيء ما يجرى ما يعيس سكة أهل قرآن كنا من صحاب ما يعيس لو شيء زيد وباك يجرى زيد مركو مددي سقاطي كدمنا يعني فلما خلص زيد منها وطن زوجنا كها أذقى يقو درني لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا يعني المؤمنين سيسن أو عبد اليمن هدي ولي جودا مخافك يجي على هايان هدو حاسك سفراء إن يجورسن كران يعني هو بنان تاي خافك مؤمن ك خافك أذيو كهوس إيمانة يا يعني مكوش شقينا يا حاسك سدي كلا تجار المدير لما يستئن وجورسه نبي جانا مر خافت كلية وكرابة عنه وجورسه وهيد إن زينب بنت جحش طبعا يعني دعاية بلن إيش كسم يا رويجر تا حديث موضوع لقى أبورتي أرمهاز هدان قال لك وقت قصير إيرانا كان سكال مرة دام حلوة دعي كرتين أنك هذا قصة زين بنت الجحش كذب النبي عليه السلام حب قرصة دي جويرية بنت الحارث سيد بني مصطلق جويرية بنت حارث النبي عليه السلام هروح عنك أجيشي كي تقال هذا أقول قريبا وحي أبد نايين مركوه بيقام كاسيني ويرك سو قادر أو أنت سو ويرك سو قادر وكهر تجي جري وكهر تجي جري روح صوت ترى ده ما إسكي يراي نسحب تكون المدينة هديت كان جيش كسو ديار يعني ويرك سو قادر وحوك إيمان كرا تان لوان سيدي كبحه ويرا هذا ترى مولي قريه هذا كسو بحه نقول سو قادر مركو ويرك سو قادر ما هي سمين كرا ما دعى لهم كرا يعني مركو كهر تجي جري مركي كشكي نسي كارن أرمسترونغ نبي عليه السلام يدنا حوان مركها روح هاد مسيحية راهبات كدمنا وحي نخطي لا ديني دي ما نوا إنكرتي الحال مرح يدنا نخطي لكن إذا روح هاد كشكي نسي كشكي نسي وكلا جورج برنارد شور كان صوت نوع عصو كلا رونتي كشكي جرت واحد والله تذكرون تكشكي جرت كبدها ويكدوا هنا يين مركا دخلنا يسد فرانسوا فولتير من متعصب مسيحي وها نبي وكبين أبو رنجري حتى رواية أبو هو رأي قصة مينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو أخرستي نابليون بونابارت محير تو خسر ما ذا حروحه نك تكشي كين يسد بنت كشي كين بنت بتغانا نك تاريخ ذي سكالي تاريخ ذا ما تدري نك سكالي أي بنت كشي كين يسد بقى صعنا يا موكير نابليون بنت وكابورت النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن كان مسرام وحلاله هاي حقد دجا ذات كان ويست رانك أم ذات كان مسلمين تا أن أقبل النبي محمد صرت أسوء وحوي يعني تري النبي محمد وحول لا دجا الله مي وحلو ما جعوا قول درو أنا جن النبي جينا نه قول در هرو حجاس سج حتى يخر اللي وحر اللي ديله لكن النبي محمد تريز أي صغير أيو كده جعل مجري كهرتجي جرو حلو ما جعوا قول درو مركا بني مصطلق انت سموير كسوق هذا النبي انا وك وكرتي ضد كده مرك سي على سوق خفالي او لا كان صدق مرك وحكمت اهي ان ضد كده سوق خفالي جويريه بنت الحارث حارث كان حوها سيد بني مصطلق ابا هذه ضد كده الملك ما حدا او وينا مرك ان يدي ضد كده سوق خفالي مرك حلو قيبين جري حالهم ضد كده مجاهدين تاها صوبتنا وحي اهي واجس مجرن عيدن ك مشاهد السيو مشاهد مجرن شخالة تذكر البوليس كم شقينا العيال في صماء مجرن خفقوا إنه غورا كان عسيسي شخذيسي نفتيسي وقتيسي أسكون لعبك هلينا أبا المرن نبي كان حوله يجي لما كذا قالك في لبوس هيا حواليه لقى سهرة إنه إيه هو خيبي إيه دي مركز جويرية وحي نسيم إنه خطي ثابت بن قيس بن الشماس إيه ده نحيه هيد يعني خف قرابة خروحنا مالحين ثابت بن قيس أي معركة نسيب أنه خطي كدب
مر وحي أتي من النبي عليه الصلاة والسلام وحي تري يا رسول الله نصيبك ثابت أيام نقضي وأنا أختي أبهي هرك وجو مدح وأها أظن منكم أنه لا أنكر سيغن العقل وحجي سوي حري أدق هدان ما عرفتي أدي حري ست كورب النبي عليه السلام ما كمال كروح كفيري وهذا هو غامض النتيجة مركز كويري أن يا جويرية كورنو يراني هذا مبورس أفعل والله يتر وأقلانا يتر أبي هذا النبي ويمد كويري يا محمد ما أبي هذا مركز ما مسلم قدر لو يكون مسلم دوانا وحكتري وحكويري يا محمد قبل لي ذوق تهني ما ضحين وضل وما نقول قبل لي ذين لا أدوصل هذا كان من شرط بنادم ماذا يقانعته إن قبل لي ذي حرية ضحك وحير يعني هاي قالوا سن قبل ذي حري النبي عليه السلام حيرور في عمر يريد دار شذا إيه ذا يا إسكالة إيه ذا سيد دارت هدي دارت إلا حري إنك أنا العكس سينا حري تهاي هدي أقولاتين الجورستنا سامو بندقة أنا قد يارا ما أحب قبل ذي يوم يدحو كير النبي يقول مسوا سعدان قبل ذي محمد واقع كان ويري فرصة أيو كسي لا ولا سمين هنعيبين إن صار مركز وانا والله اختار الله ورسوله انا يعني الهي رسولك سان دورتي مركو النبي انا بورسدي جويريه مركا ما حد عدي اصحابتي انا واحد دهن دد والنبي جاي سي ديالو اه ما ادون نو نكون كران وحرينينا تلاودي بقول يسوق فانا هو الحريه النبي انا انت صور رو دد كان ان الحريه اسوق كو خصم من اصحابتي انا حريه النبي ما جعل عند الله ادون سو لكن حقي ولي كانت كود واد ويرا الحريه امر دكتاتير نمو جيديو يعني حرا داور قاسنا لكن السياسة الحسنية خفت أنا أقول سدي غير بني مصطلح ذكر صوقة فاري قبل ده أنا ما أم المؤمنين ويا نبي حاسك سويا ما كعيب أنا قلتها يا رهدين إيمان ماركتي نبي حاسك يسي أن أبتياش هذه إيه يا دمنا هذا تضوض يبقى قفاد وحرية قول كاسو نبي أنا أقول سدي أن جويرية كده النبي عليه السلام أقول سدي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. أبي سفيان هو أنا خانة. من كانوا يجون تعرض الدجال ما يروحها. قبل ديس وحيوه جروتي والمسلمين تأيي ذنيك هذا المعاب جريح عبيد الله بن جحش. يعني وحيوه جروتي نور كحبش إثيوبيا. حاجة ما كي آذن مدك دي أضيق هذه دين سلام وكبح يروح نخضي مسيح. وقالوا لي مسيح يروح نخضي. كده مو كجيري يودي. مركن النبي قال مركن أنتي لش هاي مدينة سويج عرفت أسأكل على جويرية أنا رملة مركن سو النبي قال يري خفتان هدي كلها بتنا مكة أبي سفيان يا سوجا أو أبن هيدا قالكوا كهاي إسلامك مالك لو هذا كرت ماله النبي عليه السلام مركن نجاش يوقع صديق خفت أسأله كل نكاح لو جوري النبي قال عليه السلام سيء جويرية لو جوري رملة لو جوري ولا جديس إنه حد يدا يعرفت هذه فمن كذا إنه كبت بادير ألو خلف زمن دينتي أنا شركينا كل عبتان رجعنا وحكى لها أبو سفيان إنه صدق قبل هذا ما كان النبي كا راسي سكوع الشاب خرابة نأخذ نادي النبي عليه الصلاة والسلام ما كا تاس أيوة النبي عليه السلام وقول سدي أن أم حبيبة رملة سنة كي تضواد أي أحد النبي عليه السلام حب قول سدي صفية بنت حيي ابن الأخضر وهي كمدة هاي يهودي خيبر يهودية ده أي أحد وحلوت الماما حروح خروح هنا إلى هيد لكن وحاقو فعلا قروح ده حديث كي عايش عايش وعتير النبي قال نقوله جو أيوة حنكو إذا صفية وحاقو فعلا يعني حكوا ده قابل ده خف قاوم وياه طبعا هو قروح بدل وياه خف قاوم النبي عليه السلام حير عايش هذا كاتك هذا شيء يريد هدي بدل هو يريد دم بيجي ده بدل دم بيجي سوي بدل إيسا حنت إسكندر ما في عنو كثير يعني وحمنو إيسا خفتان مركا يعني حنكو ده نصيبك يا خروح كل هيد صفية بنت حيي يهودية ده يهد تانو حكوا عدين إنسان سماح هذه النبي عليه السلام سوى رسول الله إنه جورس ده خف عن مسلم ده هين يهودية ده وحال خبرني الأورنج السلام ابن أبي الحقيق وكجير يودي كده ابنه حال جورس ده كنانة ابن أبي الحقيق يعني ولا الكيس يعني وده مالك النبي عليه السلام مركا مركي دم ماضي ده غزوة الخيبر أو ده كلا سوق فعلي يدو حين نصيب النقطين من صحابة كمدة الأورنجري دحية الكلبي دحية الكلبي مركز صار نخطك أنا جماش عنك أرك أنك صار فوق هذا كتب طلع عنك آخر سنة لكن أنا جسيم مخطط صوت أصير هذا نبي وحنك آخر حديث كي أصوري إن ابن جرير الطبري
نبي عليه السلام جويريه مكان صفيه وحو اركي اشهد او فورسن او عقار ولا قراعي مركز كويري ما حكو قدعي يا كو قراعي حيث الاوديقي قاي قراعي اوديقي حكو قدنت دقالكي خيبر دقالك خيبر اوديقي دا قدنتي آبه دا قدنتي والالك دا قدنتي ايه دا صهرتي ايه دين اشي وفورسنتي مركز نبي كوير محاكو دعي أضيقي إيه قراعي محا فهم إيسا مركا قراعي دا مسلمين تكالينا خوينا وحتى يهود دا قبطي مركا يهود إيه هاي وقراعي مركز نبي محاكو قراعي وحيت روحان كوري يوضي لبتي دا ضيح كسو دعي نبي قانا ريوين تفسير كذا ويقين لبتي دا ضيح كسو دعي أضيقي مركا وشي قان مركز قراعي وقلاوي وحاد ربطا ويري غير يسر عرفتي إنين حكوماني يعني الرجال المعنى الحوين عرفتا حكومي دونت سابو بوريوت أيو قراعي أنا مركو حيلت هاي النبي عليه السلام رجال سنة أموجي سدي حس سجين وياه دي حس سجين وياه النبي عليه السلام مركو جرس ما حد عليه خارب أنا غير يهودي بني خيبر مركي أركان النبي سود وياه يعني خفت أنا أقول سدي يعنى هو إسلام مسلمان إسلام كي يسوع قالن تاوح هاي صفية بنت حي بن أخطل النبي عليه السلام تيكو بتبنات وحي هاي ميمونة بنت الحارث ميمونة بنت الحارث النبي عليه السلام كنت هي عمرة القضاء يعني سنة كي تضوات يلو دي ذي وانا خانا قصة دي حديبية وكشي كي مكان شرحي إذا جاء نصر الله أن عمرو أتاقي خفت عنو أركي وحاقبي إن الورنجري أن مسعود ابن عمرو الثقفي وفري كدب وحاق قرصدي أبو رهم ابن عبد العزة من الأورنجري لا وقفة سو قرصدي وكدنتي مشرقين دا كمدا هاي إيادا وحي ولا ليهين أم الفضل أم الفضل النبي قادر كيس هيا قبل والمسلمة دا يلي النبي قادر كيس عباس عباس أيوحو تهي أنا نهيدو خالد بن وليد والد وتهي يعني ما لي آدنا ما حيستو كالي قادر لكسو مسلمتي محسن يا نبي عليه السلام عمرت القضاء وكسو الله ونهي نبي مركز الله وحبه وقرصدي نمبر وان خفتان نوبة بادي تن لواد نيكا سوزن كوكو لي سنين لكن اجتهاد كاي انو كود داهو مكة لان مكة وحي هنشيز كو سيدي حدان انو عمره يستو سدح مالنود هوريك اللافتو مالات سدح هذا وقرصدي مركز يران سوالاتي وادا ماتي حرادا قبل انك قرصدي حوغا ما مدى اسي سانانيا نا وليما عزمان ايا دي سمينا ايا حولا ايا دي قبرا مدى ايا دي لجوغا ايا مركز يران ما يبانا نبي حول جيس ايا انو سكو يمالانو دعوذي وبندقو لكن كديدا ويفهمين ايه نبي قانا بالله من بورين جيري سي ايو معركته او صاب حي انا بنكي ما حركت انت حاسس سوق قرصي قدام من انت انك اهم من عائشه او هي تخف قبرها او هي تخف قروح بدل انت كان لك نصيب كاس نيسان لهين كل قرب وبدمايه او لقى غيريودي ظروف خاصه ما كانت النبي عليه السلام انه قرصي لكن النبي عليه السلام حبوا دقنا خلوك دقناين خفكي اذي المسجد النبي وا اركي مسجد كان مدمر سقالكم وحامل أساس سجال قبري وكلا خلوا نوع صدق جناه والنبي هدو استعج مدح السقف كتاونا قبل وما قال لنا أنت عن كان جوري عائشة وحنا لها رجير يهل بركة جوريها كلام قال لو سهل بس عن لا ينجر لو سهل لو كعيد أيوه وصي دار لو بلا ذكر الجوري هي سنة رشين لك كريم لو نارا بي اتبر حاله لك كان أنا أصحابه خيوين جري مرحلة لك كان لو كان بحرين سلاس وحد كذي ذهب بدر حاله بدر بور عمل بسنيهين ووردنا أصحابه فيرنا يعني حالي قرمان ولا تبين دونا نبي يجي بقصو جست واركينا فيرنا يعني ما كسر محاوم لين السينيري إلهي إيه رسول كيس إن إذن خيانا يانا حالها وحنا كلها يجري حالتين ما شاء الله دو جيل وصوخاتي جيل دفتي ستين كم ده أنت أنا كلا كلية يوم كلها يجري أنت كلا ذيك أسكرة تن أذن كان إذن سي وصوت ورد دو تجيل حال شيل كم خابر كل يجي بقصو جري استغنى وكجا جون جيري نبي عليه السلام تانا حكوا بين انسان مركي اي فتوحات كبتان حاسس كيس مركي وشيران اي رهدين ان حالنا سي غوري نوتس بل انه علك اها الا اكسودكت ايات كي تخير كا قصص نو ادارت لك وقتي مغرب كا وصول دوالي ان مركي عشرة ما تنتهي سيمكسوكو والله سبحانه وتعالى.